العالم من أعلام المسلمين العلامة ابن القيم رحمه الله، ومع كتاب ماتع وسفر جميل من كتب هذا الإمام الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله، كتاب عظيم. ما سبب هذا الكتاب؟ لماذا ألفه؟ لماذا كتبه؟ قدم له السؤال، يقول فيه السائل: ما قول ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية، في رجل ابتلي ببلية؟ هذا هو سبب تأليف الكتاب، أن رجل قدم للعلامة ابن القيم سؤالا يقول له: ما هو قولك يا إمام في رجل ابتلي ببلية؟ والمقصود بالبلية هنا كما قال الشراح الذنب والمعصية. فلذلك اعلموا أن البلية تنقسم إلى قسمين، البلية تنقسم إلى قسمين: بلية معنوية وهي الذنب، المعصية. من الناس من يبتلى بالزنا، من الناس من يبتلى باللواط، من الناس من يبتلى بالعقوق، من الناس من يبتلى بشرب الخمر، من الناس من يبتلى بترك الصلاة. فهذه البلية بلية معنوية، هذه البلية بلية معنوية. والقسم الثاني بلية حسية، أن يبتلى الإنسان في بدنه، في جسده، في سمعه، في بصره، في جوارحه وأركانه، في أولاده وأهله وماله. هذه بلية حسية. البلية المعنوية يؤثم فيها الإنسان ويؤزر، يؤثم فيها الإنسان ويؤزر. والبلية الحسية يثاب فيها الإنسان ويؤجر، يثاب فيها الإنسان ويؤجر. ولذلك أيها الإخوة، يقول هذا الرجل للعلامة ابن القيم: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في رجل ابتلي ببلية؟ وهذه البلية معنوية، أي أن هذا الرجل ابتلي بذنب ومعصية، يريد جوابا من الإمام ابن القيم رحمه الله، ويريد دواء ويريد علاجا. ولذلك سمى العلامة ابن القيم هذا الكتاب الداء والدواء. هذا داء يحتاج إلى دواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول مكحول الشامي رحمه الله وهو من التابعين، يقول: الذنوب داء، الذنوب داء، والتوبة دواء. الذنوب داء والتوبة دواء. وأعظم الأدواء داء الذنوب أيها الإخوة والمعاصي. فابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب يطرح علاجا ودواء وشفاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء. في خارج البخاري في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. واعلموا أيها الإخوة أن أعظم شفاء لهذه الأدواء هو القرآن الكريم. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو جعلناه قرآنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول ربنا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان، لأن المرض إما أن يكون في القلب وإما أن يكون في البدن وإما أن يكون في القلب والبدن. قال ابن القيم: فالقرآن كله شفاء، فالقرآن كله شفاء. قال ابن القيم رحمه الله: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى شفاء خط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. فيا من وجد مرضا في بدنه اقرأ القرآن فإنه شفاء، يا من وجد مرضا في قلبه اقرأ القرآن فإنه شفاء. قال ابن القيم: ومرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شهوة، مرض شهوة ومرض شبه. فمن أراد العلاج لنفسه فالله قال: وننزل من القرآن شفاء، فهذا هو الدواء لكل داء. فلا أعظم من أن يستشفي الإنسان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو تلميذه ابن القيم
يقول: من لم يشفه القرآن والسنة، من لم يشفه القرآن والسنة فلا شفاه الله. ومع هذا الكلام الطيب المبارك من هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو يبين أنه لا أنفع قط للعلاجات، لماذا؟ للأدوية، للأدواء الحسية والمعنوية، إلا القرآن الكريم. مع هذا يعطينا تنبيه، فانتبهوا لهذا الكلام الذي ذكره العلامة ابن القيم في تنبيه جميل. قال رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار، انتبهوا لهذا الكلام، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافعة. الآيات، الأذكار، الأدعية، سواء كان المرض حسيا أو معنويا، هي في نفسها نافعة شافية، لأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يقول ابن القيم: ولكن تستدعي قبول المحل، قبول المحل وقوة همة الفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ قبول المحل أي القلب، لا بد أن يكون القلب قابلاً تمام القبول لهذه الآيات ولهذه الأدعية ولهذه الأذكار. فهنا يأتي التأثير ويأتي النفع بإذن الله رب العالمين. والأمر الثاني: قوة همة الفاعل الراقي الذي يرقي، سواء رقى نفسه أو رقى غيره، لا بد أن يكون عنده قوة في إيمانه، قوة ويقين أن هذه الآيات والأذكار والأدعية تكون بإذن الله شفاء لما في الصدور. ولذلك أيها الإخوة، القرآن شفاء. وابن القيم رحمه الله هنا يتكلم عن البلية المعنوية، عن الذنوب والمعاصي. فانظروا يا رعاكم الله في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر في فداء الأسرى، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور. في رواية البخاري أنه سمع الرسول يقرأها في صلاة المغرب وقد قدم، وكان آنذاك مشركا. فلما سمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انظروا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أسألك بالله أخي وحبيبي، كم سمعت هذه الآيات من سورة الطور وهي تقرأ علينا؟ فما بالك برجل مشرك آنذاك يسمعها لأول مرة. لكن المحل، قبول المحل، القلب استقبلها، وهمت قوة الفاعل وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأها، فصرت هذه الآيات إلى قلب هذا الرجل حتى قال رضي الله عنه أرضاه: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ليس هناك أعظم داء من داء الشرك بالله عز وجل والكفر. لكن لما كان المحل قابلا وقوة الفاعل أثرت وجاء التأثير، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا أطيل عليكم، ذكر أهل السير والتراجم في ترجمة الفضيل بن عياض، تابع من التابعين، إمام من الأئمة، كان قاطع طريق، كان سارقا، حتى أن أصحاب القوافل التجارية إذا قدموا إلى بلدة الفضيل بن عياض يتواصى بعضهم بعضا: إياكم الفضيل، إياكم الفضيل. وذكر أهل التراجم والسير أن المرأة إذا أرادت
أن تسكن صبيها وأن تخوفه، قالت له: اسكت، وإلا ناديت لك الفغيل. مع هذا الإسراف في السرقة وفي قطع الطريق، لكن انظروا كيف كان القرآن شفاء. فقد ذكر الإمام الذهبي وابن عين في حلية الأولياء وغيرهم أن الفضيل بن عياض صعد على سطح سفينة، وفي رواية على سطح بيت، يريد أن يسرق، فإذا برجل كبير كبير في سنه، احدودب ظهره وابيض شعره، لكن قائم يصلي بين يدي الله، همة قوة الفاعل، فبقيت قبول المحل. فإذا بهذا الرجل يقرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. ألم يئن لك يا تارك الصلاة أن يخشع قلبك لذكر الله؟ ألم يئن لك يا من يجلس على القنوات والدشوش وينظر إلى العاهرات والمميسات والمتبرجات أن يخشع قلبك لذكر الله؟ ألم يئن لك يا من ترك الصلاة وهجر المسجد وهجر القرآن أن يخشع قلبك لذكر الله؟ أيها الإخوة، من أحق بالعتاب بهذه الآية، نحن أم أولئك الصحابة الكرام؟ في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات، والله يعاتبهم. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ فنحن أحق بهذا العتاب، فهذه خطرات وقطرات وخواطر من الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم. وغدا نلتقي مع مجلس آخر لهذا الإمام العظيم المبارك من أئمة الهدى ناصر السنة وقامع البدعة، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله. وأنبئ إخواني أن هذا الدرس يسجل عبر الجهاز بتسجيل أوضح، ومن أحب أن يسجل من إخواننا فجزاه الله خيرا. وكذلك أيضا والتسجيل عند الأخ محمد بن عايش. وكذلك أيضا أنبئ الإخوة بالنسبة للمترات خارج المسجد أن يجعلوا طريق للناس. وشكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم وبارك فيكم، وفي آخر مجلسكم قوموا مغفورا لكم. تم الكلام، وربنا المحمود وله العلا والمكارم والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما غرد قمري وأورق عود.